وأضاف وزير الطاقة أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 1,500,000 برميل خلال 3 سنوات المقبلة. رأينا ارتفاع في معدلات ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل عام تعود إلى معدلات الطبيعية، والبترول بشكل خاص تصل إلى معدل 1.5 مليون برميل ل3 سنوات على التوالي، ونتوقع أن يكون هذا هو الحال في 2018. العرض تم التحكم فيه من خلال اتفاق تاريخي بين 24 دولة، وكان لروسيا دور رئيسي للمشاركة مع المملكة العربية السعودية في قيادة 24 دولة للوصول إلى ذلك الاتفاق التاريخي الذي حول حالة التشاؤم والانكماش في الاستثمارات في أسواق البترول إلى ما هي عليه اليوم من تفاؤل وعودة صناعة البترول وأسواق البترول إلى صحتها.